27 من ديسمبر من عام 1802 أتم سالم بن سعيد الصايغي نسخ كتابه دلالة الحيران المعروف بأرجوزة الصايغي. بلغت هذه الأرجوزة 12,035 بيتاً، تشتمل على مسائل نظمية سئل عنها الصايغي فأجاب، ومسائل أخرى من تلقاء نفسه، وأكثر أبياتها في هيئة حوار بين سائل ومجيب، ابتدأ بها في مكة المكرمة، وقد اعتنى بها جميل بن خميس بن لافي السعدي، فأعاد ترتيبها وفق الأبواب الفقهية، وجعلها في 63 بابا. السابع والعشرون من ديسمبر من عام 1997 افتتح جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مجلس عمان، وجاء في خطاب جلالته: فالمواطنون من حقهم أن يعرفوا ما تبذله الحكومة من جهود في سبيل رفع مستوى المعيشة وتطوير الاقتصاد وتنمية الثروات الوطنية ورعاية المجتمع وضمان أمنه واستقراره والمحافظة على قيمه وتراثه ومنجزاته، كما أن من حقهم أن يعرفوا أن الساحة الدولية تشهد كل يوم من التطورات والمتغيرات ما يوجب على الحكومة إعادة النظر في خططها وأولوياتها وبرامجها التنفيذية وأساليبها المنهجية بما يمكنها من تفادي السلبيات التي تتمخض عنها بعض تلك التطورات والمستجدات، وبما يجعل من الضروري أن يتفهم المواطن ظروف كل مرحلة من المراحل. السابع والعشرون من ديسمبر من عام 2008 أعلنت اكتشافات ومسوحات أثرية جديدة في السلطنة في كل من موقع سلوت الأثري بولاية بهلة بالداخلية وموقع خوروري في محافظة ظفار، حيث عثر على بناء حجري دائري تحت سطح الأرضية المستوية تعود إلى الفترة الأولى لاستيطان سلوت في بداية العصر البرونزي، كما عثر على رأس لتمثال من الحجر الجيري في موقع خوروري أو سمهرم.